خلص كارلوس، خلصنا لك أخي، ما في شي بتقدر تعمله. لا تزعل لك كارلوس. كيف ما أزعل وأتضايق لك أخي؟ مشان الله خلص قلت لك خلينا نتجوز غصما عن الكل، ولا تردي على كلام حدا. لك حتى الخواتم جبتن ومشي الحال، بس ليك الحال اللي وصلنا له. الله كريم يا أخي، طول بالك، من هلا بكرة ما بتعرف شو بيصير. لوين رايح؟ أنا رايح أتفتل شوي، إذا محظوظة بتضربني شي سيارة وبخلص من هالعذاب. شو هاد اللي عم تقوله؟ تركه رجع، بتركه يا الله، تركه يطلع يتفتل شوي لحاله. إليف لا تبكي، بترجاك لا تعملها، بترجاك إلكر. أنا حبيتك على طول ورح حبك بعد ما موت، ولحتى تقوم يوم لقيامي. أنا حبيتك كتير عارف، مشان الله سامحني. سامحني على أخطائي وسامحني على كل شي عملته. ما عملت شي لحتى سامحك عليه، القدر. أنا ما كنت بليق بمحبتك لإلي، بترجاك قول إنك سامحني. وجعتولي راسي، في مجال تخلصونا بقى من الدراما تبعكم؟ إلكر ليش لساتك واقف؟ يلا قتل هالحقير. إلكر لو سمحت أوصني لإلي، اترك عاكف يروح. إليف حاجة تخبصي، ما رح أتحمل إنه يقوصك قدام عيوني بهالطريقة، مشان هيك خليه يقوصني. رح يجي الدور عليكي أنت كمان، لا تقلقوا. لما تترجيهم بتصغري من قيمتك، لا تترجيهم. سيبه كارلوس، بالتا، المدير وكل الفرقة، قلي لهم أني مسامحهم دنيا آخرة، وهن كمان يسامحوني. ووصيتي لألكن أنه تدفنوني جنب قبر المعلم صالح. عاكف خاطرك إليف، تذكري أني بحبك كتير. أنا كمان بحبك كتير. إلكر طلع بالسليم. بترجاك فتح عيونك، بترجاك عاكف، ما فيك تتركني لحالي. عاكف 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 فتح عيونك، بترجاك عاكف عاكف قوم. ما بظن إنه رح يقدر يسمعك. بورجيك يا كلبة، رح قيتلك ولك، رح قيتلك. لك كيف دخلتي بيناتنا؟ كيف لقيتينا؟ خدها لهي من هون، خلاص هي عندي، انت تخلص من الجسة. تركني ولك حيوان، حيوان. لك تحركي قدامي ولك، وعطي كم واحد من الشباب كمان مشان يساعدوني بالجسة. تمام عاكف، شغلنا الحقيقي هلأ بلش.
تمام حبيبي، لا تاكل هم، رح اجي لا تخاف. لا لك مصطفى، معقول انسى عيد ميلادك؟ طمنيني عنك، شو اخبارك؟ ماشي بشوفك. انا كمان مشتاق لك. استني شوي بس منخلص من هالمشاكل وبشوفك. صدقيني ان 3 ايام عم ننام بالباص، حالتنا صعبه. يلا شباب وصل الاكل. الوضع كثير اخي، اليوم كمان سندويش. يلا يلا بحكي. شو ما عاد مشيت معدتي؟ كم يوم انه سندويش؟ اعطيني اخي. والله بدفع راتبي كله كرمال طاسه شوربه. سندويشه يا شباب. يسلموا. شكرا. يلا الكل على الباص لشوف، الدنيا قايمه وقاعده. سيدي لو بتسمح لنا ناكل لقمه بس. تاكلوا على الطريق، يلا بسرعه بتاكلوا على الطريق. طيب يلا يلا. يلا يا شباب اتحركوا بسرعه. لا تنسى فستك. يلا. اسمعوني منيح يا شباب، المتظاهرين والشرطة رح يتواجهوا بالطريق وقائدهم من رجالنا. وإمتى بدنا نقوس على الشرطة؟ أول ما ينزلوا من الباص العناصر اللي بوش المدفع، لأنهم رح يكونوا محاصرين رح يردوا عليكم بالرصاص. وقتها بدكم تقوسوا على الشرطة ولا على المتظاهرين بالنهاية ما بتفرق، بس أهم شي هلأ إنه نجبر الشرطة يستخدموا السلاح معنا. فهمانين علي؟ تمام. بدي منكم تديروا بالكم. باص حفظ النظام رح يوصل بعد شوي لهون، رح نقاومهم يا جماعة. بالصمود بدنا ننتصر. بالصمود بالصمود بدنا ننتصر. بالصمود بالصمود بدنا ننتصر. يا شباب وصلتنا معلومات انه المتظاهرين منتشرين بشكل كتير كبير، لذلك بدي الكل يكونوا حذرين. مفهوم كلامي؟ مفهوم. يلا اطلع بسرعة. هلأ رايحين على المهمة. ما بعرف ليكي، اسمعي شو بدي اقلك. امتى بدنا نجي نطلبك؟ لا تقوليها. ليش مستعجلة كتير؟ تمام تمام. طيب تمام. لك زميل بدنا نضل ساكتين هيك؟ الطريق كتير مطول، غنينا شي غنية. يلا ايه يلا برافو اخي، يلا سمعنا. يلا قول. يلا يلا شد حيلك. يلا اخي يلا غيرنا جو. يلا اخي يلا. تمام. سهري لي نازل يا ري، سهر يلي نازل يا ريم، بلدر باني بلدر باني، دشمش املدن اياختان، خالدر باني خالدر باني. تمام ماشي، نحن هون جاهزين. باص حفظ النظام اتحرك من الساحة وبطريقه لهون. Senden gayrı yar seversem, öldür beni, öldür beni. Senden gayrı yar seversem, öldür beni, öldür beni. Beni, beni, beni öldür. Somut, bedanın döser. Biz somut, biz somut, bedanın döser. وصلوا الفاشين يا جماعة، خلونا نواجههم. يلا 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 من هون يا جماعة. سيدي أعطيني طريق. تمام هيك على مهلك واقف. يا شباب ديروا بالكم، هدول الشباب مفروك عليهم، دمهم فاير ولهيك بعتوهم لهون. ديروا بالكم تردوا عليهم، لا تشتبكوا مع حدا ابدا. وانا شو اعمل سيدي؟ ارجع لورا على مهلك. سيدي جايين من ورا. هدول المشاهير. سيدي هدول شكلهم مو ناويين على خير ابدا. شباب انتبهوا، شباب وطي راسك، وطي راسك شباب، انتبهوا وطوا راسكم لتحت. يا كدور شو صار لهم؟ انتبهوا يا شباب، ديروا بالكم يا شباب. سيدي هدول شانين على الاخر. نزل راسك اخي، نزل راسك. في بايديهم مولوتوف يا شباب، ديروا بالكم، احموا حالكم يا شباب. ليكم بلشوا بيرفكت. لك الكر وينه؟ ليش ما اجا؟
أعمل عزا على وفاة أخوه. كيف يعني؟ فؤاد بيك سلمه شغلة كتير مهمة، بعد شوي بيجي دوره. ديروا بالكم منيح وقتوا نازلين يا شباب. هذا سيد. يلا 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 على بعضكم. كيف بدنا نخليهم يتراجعوا؟ الغاز المسيل للدموع فورا. المجرمين ضربوا الخالي هون كمان. بالصمود بالصمود بدنا ننتصر. وقف، إذا بتعدوا عالين الشرطة ما بتقرب عليكم. أنا مندافع عن حقهم يا خدي. أنا بعرف كتير منيح عن أي حق عم تدافعوا يا مخربين. انقلعوا من هون لشوف. انقلعوا يلا انقلعوا. بعدوهم لهدول. هدول ناويين على الشر، مو جايين مشان مظاهرة. كثيروا بالكم واهموا حالكم منيح. يلا هلا صار دورنا يا شباب، جهزوا لي حالكم، هذا وقت الجد. هلك بلشت الحفلة على المزبوط. أنا رح خبر فؤاد بيك. شو ها؟ والله ما عم صدق، كأنها صارت حرب. ليش مو هاد اللي بدنا إياه؟ ايه بس ماني متأكدة، يعني مو لهالدرجة متخيلة أنا. فؤاد بيك، المعركة الحقيقية بلشت. سيدي في واحد مسلح هنيك. يا شباب في واحد مسلح هنيك. خليني أقص سيدي. انتبهوا معه سلاح، لا حدا يقوص. جموا يا شباب، موتوا يا خيان. سيدي سيدي انت منيح؟ سيدي انت منيح؟ انت عم تتقوص، غطى علينا. عاطف الوسخ. يا شباب هدول هن راس الفتنة هون، لازم نجيبه لجواد. هربوا. عاكف؟ هذا عاكف. لك الله يلعنك يا إلكر. لك لا أبو علينا، هن الاثنين. شو رح نعمل هلا؟ انت كل شيء وي فينيش. لا تروحوا من هون، يلا الحقوني. بسرعة. يا شباب رح يهربوا، امسكوهم. تعالوا لهون يا كلاب. وقف شرطة. اخي حصرونا من جهتين. تعال انت معي. يلا تعال. بلتا لوين رح تهربوا؟ تعوا لعند الغالي بلتا. تعوا فؤاد بيك. جد هرب، عرفوا انه نحن هون. يلا بسرعة اركض. عاكف واحد كلب لعب علينا. انت شو عم تقول؟ كلهم ملاحقيننا. وي فينيشت، كشفوا كل شيء، وهلا المهام الخاصة كمان عم يتلاحقنا. شلون عملت معي هيك يا إلكر؟ شلون؟ الله يلعنك.
هلا مو وقت هالحكي، لازم نهرب. يلا هدول وقعونا كلنا بالفخ. ماشي، انا بعرف كيف حاسب الخونة اللي مثلهم. وقفوا! سلموا حالكم! لوين بدنا نروح؟ لك هدول لحقونا، لازم نوصل بسرعة على السيارة. انتوا روحوا، انا ماني معكم. شو عم تقول انت ولك؟ انا رح دبر راسي. روح يا حقير. لك اخي، نحن ليش عم نركض وراه هون؟ اخي انت ليش ما تخطر لك هالافكار من الاول؟ تعرف كم كيلو نزل وزني؟ شو كاين تشتغل باوتيل؟ كارلوس معه حق بالتا، لا تواخذني، بس بحياتي كلها ما شفت حدا مسلح خطير مثلك انت. لهالدرجه انا مو منيح. لك بقول لك وقف. ما حذرت هالمره ابدا جواد بيك، ما حذرت. ولك لا تعمل حالك فهمان احسن ما قتلك. تافهين عم تهجموا على حفظ النظام؟ اطلب الاسعاف لهدول الوسخين. مستقر واحد كنت خرب الدنيا مو هيك؟ مستقر واحد للمركز. شو بدكم انتم عاملوا لك وسخ؟ ممتاز. لك شو عملت لك الشرطه ولك؟ شو عملت لك؟ انا اصابتي لازم نوسخ. لك لا هن مو من عناصر هدول من الارهابيين. احكي معه لانه وقتها رح تعمل له قيمه. بعثوا سياره الاسعاف بسرعه. ولك كل ما بتحاولوا نحن ما بنوقف، وكل ما بتضربوا نحن بنصير اقوى كمان. انا من هي البلد، مو من باريس بالغرب، ولا من طوكيو بالشرق، ولا البهماز بالشمال، ولا الجنوب. الجنوب؟ الجنوب؟ شو في شي مشهور بالجنوب؟ والله مالك خبز بالجنوب أبداً. ما حدا بيقدر يوقف بطريق تقدم هاي البلد، سمعانين ولا؟ لك شو هالمجانين هدول يا؟ ايه مجانين، نحن مجانين مشان هاي البلد. انت شغلي السيارة. تمام. وقفوا! يلا بسرعة! تحركي بسرعة! بابا؟ إلكار؟ شايفك رايح بدون ما تاخدني. شو أخي؟ ماسكوا لأبونا؟ شو سويت طارق؟ عملت مظاهرة مثل ما بدك سيدي. بدي أعداد كبيرة، لازم تعمل شي يحرض الناس على بعضها، مشان لما تنتشر هالفيديوهات هي كل العالم ينزلوا يشاركوا، وراح بتقتل بعضها. تكرم معلم، خلص أنا رح جيب لك فيديوهات تخلي الحرب تولع. توكل علي ولا يهمك. للقتل وللتعذيب رح يخلونا نتراجع. للقتل وللتعذيب رح يخلونا نتراجع. للقتل وللتعذيب رح يخلونا نتراجع. من هلأ ورايح لازم تنتبهي على حالك. حضرة الدكتورة، هلأ أنت متأكدة أني حامل مو؟ إيه أنا متأكدة كتير منيح، وإن شاء الله ألف مبروك. ياي، وكيف بدي أعرف إذا صبي ولا بنت؟ بدك تطولي بالك، ما بيبين لبعد شهرين. تعي تعي، هاتي بوسة. شكرا كثير لك، شكرا كثير يا دكتورة، فرحتي لي قلبي. طولي بالك طولي بالك، ان شاء الله الف مبروك. خبرتي زوجك ولا لا؟ لسه بس اكيد لما يعرف رح يطيروا عقلاته. الله يوفقك ويرفع لك مراتبك. الله يخليك وتقومي بالسلامة. والله ما لي مصدقه امتى وصل على البيت. يلا بخاطرك دكتورة. الله معك. عم
على مهلك بابا، رح تضرب راسك. تذكروا كلامي، رح دفعكم الثمن غالي. وفر حكيك، ما رح نتركك. بكرة بتحكي لنا شو ما بدك ونحن عم نزورك بالسجن. تحركي، شيلي ايديك الوسخين عني. وسخين؟ عم تمزحي معي؟ أنا اللي صار لازمني حمام لأني لمستك، بس ما بعرف إذا بتروح نجاستك عن إيدي. أنا بس بدي أفهم كيف طوع قلبك. لك في أب الدنيا بيحاول يقتل ولاده؟ شفت بحياتك هيك أب؟ بس أنا كتير زعلان منكم، كان لازم تخبرونا بالخطة من الأول. إيه عن جد؟ خلاص يا شباب، اللي صار صار ومشي الحال، ما هيك أخي؟ ها؟ طبعاً كيف معك حق. شوف من هلأ ورايح بتصير تحترمني لأني أخوك الكبير. تكرم أخي الكبير. ها؟ شفت ما أحلاك؟ وأيمتى رسمتوا الخطة؟ فيكن تفهمونا؟ جوات الفرع لما تخانقنا. هلا هيك بدكم تخلونا واقفين عم نحكي بالموضوع؟ ما خلص كمشنا المجرم، ما هيك؟ امشي قدامي. يلا شباب تفضلوا. خير فاطمة؟ كيف؟ ما بقدر اجي هلا، عندي شغل كتير. هلا صار عندك شغل يعني؟ الو، يلا اترك كل شيء من ايدك وتعال فورا، الشغله مهمه. لك افهمي، عم اقول لك ما فيني اجي. هالشغله اهم من شغلك كله. لا فاطمه، شغلي اهم. هلا هذا اللي طلع معك، انت بس تعال على الجامع اللي على الشط ورح تعرف انه الموضوع كتير مهم. لك العمى قديشك مرة عنيده. يكون بعلمك عم بستناك، تعال فورا، تعال احسن ما تندم. ها لا تجننيني يا مرة، عم قلك ما بقدر اجي، فهمي. الو فاطمة، شو اختنا فاطمة شكلها معصبة كتير؟ انا برأيي تحمل حالك وتروح عسل ما تاكلها بالبيت. عالحمام. عم تقلي انه الشغلة كتير مهمة. ماشي انت روح، نحن منحلها، لا تهتم. وخلي سيبو يروح معك أحسن. إيه إذا بدك بروح معك. تمام ماشي، روح بس خبرنا. يلا مني. ماشي يلا امشي. عفواً، ممكن روح على الحمام؟ لا ما في. من فضلك وضعي صعب كتير. شو فيها؟ خدوا على الحمام، من شو أنتوا خايفين؟ نحن ما منخاف أبداً، بس ما بيتأمن فيكم. طيب خلي الكري يروح معك. امشي لشوف يا أبي. فوت يلا، طلع انت لبرا. بس لخلص الارض اخي. طلع هلا بعدين بتمسحها. يلا فوت. لأنه هذا الحمام أنظف. يلا شو صار معك؟ بس شوي، لسه ما خلصت. بالصمود بالصمود بدنا ننتصر. بالصمود بالصمود بدنا ننتصر. بالصمود بالصمود. شو في يا شباب؟ شو في يا شباب؟ شو في خير؟ روحوا من هون، لك هذا جامع، ما بيصير تعملوا هيك ابدا.
ابدا والله عيب عليكم. يلا روحوا سكوا العوينية هذول. ليش هاجمين لهون؟ شو صاير لكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو هاد اللي عم تعملوه؟ انتم ما بتخافوا من الله؟ ليش هاجمين لهون؟ خلاص يا حسام، ما خليهم يقتلوك يا فعلا انكم ما بتستحوا على حالكم. سكتوها لهي المتخلفة. شو انتم؟ لا على مين عم تقول متخلفة؟ انا بكسر لك راسك. ها يلا زودتها. ماشي ليكني طالع. لحظة شوي. اصحك تأتي بأي حركة أحسن لك. ارفع ايديك ورمي سلاحك. يلا من وين جبت السلاح؟ بادلت مبادلة. يلا ارفع ايديك. في أب بيرفع سلاح على ابنه؟ ست امك. أساساً أكبر غلطة عملتها أني ثقت فيك. لعم شلون أنا صدقتك؟ لو أنك أب محترم كنت لقيتنا هلأ واقفين بصفك. اسمع مني، من هم ما رح تقدر تهرب. لا تعقدها وسلمني حالك. نصايحك الحلوة احتفظ فيها لنفسك يا ابني. مثل ما بدك يا بابا. امشي. حرك بسرعة. يلا روحوا من هون، لأنه هذا اللي عم تعملوه مو منيح. لك شو بكون هيك واقفين ساكتين؟ ما حدا منكم يجاوب هالمرة. ما حدا بيقدر وقفنا. شو بدكم منا؟ نحن ما اجينا لحتى نقتحم الجامع. شو نسيتوا مشان شو اجينا؟ هدول هن الناس اللي عم يرجعوا البلد للعصور الوسطى. هدول بعد نحن ما بدنا نتحرك من هون. اللي بيشوفك بيقول انت اللي خايف على البلد. بكفيك بقى كذب ولوفك. انا رح ورجيكم كيف رح سكتها. وقف. لك لا تعمل هيك. لا تخليونا اهدافنا من ايدك على مرأة. لك عطلنا ايه لك كل شيء. بكفي بقى. لك يبعد. لك وقف. استنوا. لك استنوا. ليش تأخروا هدول؟ غريبة مع هيك. الكل يرمي سلاحه وإلا راح أقتله. يلا شو اللي عم يصير هالمرة عن جد يا عاكف؟ ارموا سلاحكم أحسن لكم. نزلي سلاحك. ارمي سلاحك عاكف. يلا خلينا نروح. ارمي سلاحك انت وياه. خلينا نمشي بسرعة. يلا تحرك. استعجلوا. يلا امشي بسرعة. يلا آكل. امشي. يلا فادي. آكل. شوف يا أخي. اتركيني. حلاكي من الفوق. يلا بسرعة بسرعة. روحوا بسرعة. تاكسي 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 خير. عم نشوف فيه. يلا شو صاير معكم؟ كان في ناس عم يتظاهروا وهجموا على هالمرأة المسكينة. فاطمة فاطمة شو صاير لك؟ سيبه. الظاهر بيعرفه. مين هيك عمل فيكي؟ سيبه. فاطمة انت منيحة؟ سيبه تعال ساعدني. فاطمة اختي فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. انت منيحة؟ فاطمة رد علينا. فاطمة يلا دخيلك. شو هي المشكلة؟ الله ينتقم منكم. فاطمة الله لا يوفقكم. أنا لا الله. فاطمة يخرب بيتكم. مالتا ليك أنا شفت مجتمع. الله يخلصنا منكم. روحوا على المستشفى.
وقفوا لك، وقف. مين هذا اللي عمل فيكي هيك؟ قولي لي مين الكلب اللي عمل هيك؟ فاطمة، فاطمة ردي علي. رجب، أنا ماني منيح. الله يخليك، طلع فينا على أقرب مستشفى. يلا. ارمي سلاحك احسن لك. ارمي سلاحك. ارمي سلاحك اعمل لك. ارمي سلاحك وياه. لا تخلوني اقوصها. سلموا حالكم احسن. ارمي سلاحك. نزلوا سلاحكم كلياتكم احسن ما اقوصها هلا. ها، سلموا حالكم. سلموا حالكم احسن لكم. يلا بسرعه لشوف. سلموا سلاحكم. هيك خذ هيا كلب. نزل سلاحك. يلا نزلوا سلاحكم عليكم. ارموا سلاحكم. ارجع لورا ولا. يلا اركبوا بسرعة، اطلعوا. يلا حركي ولا. عم يهربوا، وحاني على السيارة بسرعة. يلا عاكف. في واحد عم يلحقنا، اركب السيارة بسرعة. لا اطلع سريع. وقف وقف. لك وقف ولك. وقف اخي، وقف. تاح ليك، لازم الحق هديك السيارة بسرعة. بس يا اخي طمن، ما رح يصير شي للسيارة. بلكي صار لشي. اخي لازم نلقط هذا الزلمة لانه عم بيضرب البلد. بترجاك اذا كرمال البلد الروح بترخص. طلع روح. الله محيي اصلك. منين بيكونوا راحوا؟ هدول هن. هدنك ما؟ ايه بسرعة الحقهم. ماشي رح الحقهم. الكار وعاكف جايين ورانا. شو نعمل معلم؟ سلموا حالكم لأنه ما عندكم خيار. انتي سكري تمك. كل شي جاهز؟ ايه يا بيك، لا تاكل هم، لقدام شوي رح نتصرف. هيك لكان مفكرين حالكم رح تنفدوا من عمايلكم. انت اخفي صوتك. لوين رايحين هدول؟ اتصل بالدوريات وخليهم يسكروا كل الطرقات. من واحد الى خمسة، هل تسمعوني؟ حول. رح نفخخ الباحة، ركبوا بالسيارة الثانية. شو خطتكم؟ المهام الخاصة رح يشتبهوا بالسيارة ويفكرونا فتنا على المدرسة، ولما يقربوا على المدرسة رح تنفجر فيهم القنبلة. بس هون في مدرسة ابتدائية وممكن يتأذوا الأولاد. يعني احنا قاصدين نحطها هون. لك حرام عليكم، شو ذنب هالأطفال؟ شو عملوا لكم؟ يا أولاد اهربوا في قنبلة. شش، هس هس، اسكتي واطلعي على السيارة. أنا من الرقابة، جاية تفتيش على المدرسة من شان النظافة. ورجيني. تفضل فوق. تحملي رح نوصل. بطني عم يجعني. تحملي يا حبيبتي، رح نوصل على المستشفى. تحملي شوي. استعجل، المرة رح تموت بين ايدي. يلا طول بالك اخي، ليكنا وصلنا. الله يلعنهم، شو وسخين. شو كان بدهم فيكي ليضربوكي؟ يا ريتهم ضربوني لالي.
بس هنن مانن رجال لهيك عملوا هالشي. والله العظيم لامسكن واحد واحد وانتقم لك منن. لك انت استعجل بقى ادعاس. ماشي يا اخي ماشي. ليك السيارة هنيك، هي هي. طيب ليش واقفين؟ أكيد هربوا. مانن هون. مو غريبة؟ ليش تاركين السيارة بنص الطريق؟ كان فيهم يخفوها بشيرنة. مالي مرتاح لهالشغله. انت بشو عم تفكر؟ حاطينا هون قصداً. كيف يعني؟ طلع، يمكن هدفهم هي المدرسة. قنبلة؟ معناتها سبقونا وحطوا القنبلة بالباحة. امشي بسرعة لنشوف. امشي. سكر باب المدرسة ولا تخلي حدا يفوت. ماشي يا أولاد، فوتوا لجوا، فوتوا لجوا. بسرعة، في قنبلة موجودة بالباحة، فوتوا لجوا. يلا ما يلا يا أولاد، يلا بسرعة، لا توقفوا لجوا. يلا بسرعة، يلا 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 يا أولاد، يلا حركوا بسرعة لجوا. كلنا بسرعة، ما عاد في وقت. يلا يا أولاد. ولك يا ابني، أنت شو عم تعمل هون؟ يا شباب الله يخليكم ساعدوني، مرتي عم تموت. لحقوها. خير؟ شو صاير معها؟ في ناس ضاربينا، مشان الله جيبنا آلة بسرعة. يلا أخي رايح جيبها. فاطمة، فاطمة يا عمر الشبك، فتحي عيونك وردي علي. بسرعة بسرعة، نزل علم، فتحي عنا آلة. ساعدونا يا شباب. فاطمة شوي مشان الله ردي علي. فاطمة ردي علي مشان الله. يلا شباب لجوا. شو صاير معك؟ مضروبة بعدة أماكن بجسمه. جهزوها فوراً وخذوا صورة طبقية للدماغ، وتأكدوا إذا صايبة نزيف. لو سمحت اطلع لبرا. تركيني، ما بدي اطلع. انت منيح حبيبي؟ استاذ عم تسمعني؟ انت منيح؟ استاذ عم تسمعني؟ تمام، ما فيك شي. استاذ استاذ، خذوه لجوا، خذيه لجوا. شكله الضربة مأثرة عليه، لازم نروح على المشفى فوراً. معناتها خلينا ناخده. وشو مشان فؤاد؟ هلا في شيء أهم بكتير يا أخي. فؤاد هلا بيكون اختفى. شو رح تربحوا من نزلة الناس على الشارع؟ أكتر بكتير من اللي بتتخيلي يا شطورة. إن شاء الله فكرك إنه نحنا بس منخرب من دون مقابل. بالعكس، نحنا كتير بهمنا إنه بلدكن تضل ورا، لأنه بلعبتنا العالمية أنتو لازم على طول تضلكن ملتيين بالنزاعات الطائفية الداخلية، ومع الأسف على طول بتقعوا بنفس الجورة اللي بنحفرها. كل مرة منخترقكم بسهولة من نفس الثغرات. يا شطورة، بلادكن خلقت لتخدم بلادنا. يا حقير، نقلع من هون. ولك أنت ما بتفهم، ما بتستحي على حالك. شو اللي جابك لهون؟ يلا روح من هون. ولك نقلع. نقلع لك؟ روح من هون يا قاتل. بس وصلنا، لازم نتحرك بلا صوت. الكل جاهز؟ نحن جاهزين، لا تاكل هم. عاكف، الكار، كارلوس، كونوا جاهزين. تمام، جاهزين. صاحبك هرب. ما رح يروح لمكان، ما رح يروح لمكان. فاتحين ميت حسابه أكتر، عم بيديروا العمليات كلها من هون.